السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء وهو العزيز القهار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آله وصحابته الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وبعد، فإن زاوية الشيخ سيد محمد الأمين في شيخ الركب النبوي الشيخ سيد محمد بن عام الهامري الكويتي القرشي نيابة عن قضية الهمال في الجزائر بصفة خاصة، وقضية كونتا بصفة عامة، ومريدي الطريقة القادرية الكويتية أحلافا وأصوابا، والشعب الجزائري كافة، تتقدم إليكم وأنتم الأكارم الأفاضل والسادة الأماثل بتعزيتكم في الطرد الشامخ الخليفة العام للطريقة القادرية بالسنغال وعموم غرب أفريقيا، الشيخ البكائي بن الشيخ البكائي بن سيدي محمد بن قدام الشيخ بن عامر، ممتثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فعظم الله لكم الأجر وألهمكم الصبر ورزقنا وإياكم الشكر. ثم اعلموا أن أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ووالدينا من مواهب الله تعالى العنية وعواريه المستودع. فإذا استرد الله وديعته حسن الصبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. نسأل الله للفقير حل روحه بجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نبأ من أن جصان أشجى فؤادي، وتسامعته حواضر وبوادي. نبأ ينبأ عن موارات الثرى للحلم والإفضال والإمداد. نبأ ينبأ عن موارات الثرى للشيخ البكاء أبي الإسعاد. شيخ وقور لين متبسم تكسوه أنوار من الجواد. شيخ وقور لين متبسم تكسوه أنوار من الجواد. شهد الأنام له بكل فضيلة مرسوخة كالنخل والأطواد. رطب اللسان سميدع متمدد متمسك بالنسك والأوراد. يا رب يا رب فارحمه والحق روحه بالصالحين من القدد أجداد. يا رب بارك في الخليفة بعده وافتح له فتحا عظيما داري. إنا معزوكم وأنتم قادتم، قد سدتم بطرائف وتلاد. ثم الصلاة على النبي محمد والآل والأصحاب والأوتاد. ولا تفوتنا في هذا المقام المبارك أن نسأل الله عز وجل للخليفة أبو محمد بن سيد المختار أن يبارك له في خلافته، وأن يعينه ولا يبينه، وأن يجعله خير خلف بخير سلف. وما مات منا سيد إلا قام سيد، قول لما قال الكرام فعول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عقباوي سيد أحمد بن محمد بن سيد محمد بن محمد الأمين زاوية البراق بلدة أبنسة ولي التمارس. السلام عليكم.